الحته دي كان هنا في الجزيره بالذات. هو قال لي حاجه، قال لي ان الفعل الاصلي لو طلع براء احنا فصلنا ايه؟ قال لك عشان الموضوع اللي هم بيفتكروا عند الاسلام ويقول لك بتاع شرعي والكلام ده، ولو اتثبت وفي شهادات بتتعمل دلوقتي من جوه الداخليه ان الضابط اللي هو المتهم ما كانش موجود، ده كان بيكتب في حته ثانيه شهادات رسميه. فلو طلع ان ده خد براءه والضم هياثر على ايه؟ صح؟ ايه رايك؟ مش هتاثر قضيه ولا مش هتاثر؟ انا خدت بالي ان مساله المحافظات دي غير ورقه. ماشي خلاص، يبقى ده خلينا اقف خلينا بس في الجزئيه، يعني بس عشان خلينا بس في الجزئيه الاهم. احنا قدامنا اسبوع، اقل من اسبوع صح؟ معلش حاجه واحده، نص العقاب يعني على سعادتك اللي في الجزئيه اللي كانت عندكم موجود. هو احنا سمعناه واعلنا في الضبط. احنا اولا اليوم اللي كان فيه، كان فاكر حضرتك الاجتماع اللي كان اول امبارح في الحديد انت قلت بقى ايه؟ طب ما فين في عندك دلوقتي احنا حريات برضه بقى فيها اساتذه خلاص بس ومعاهم توكيلات. احنا بيقولنا في جهه ابتداء كده جينا اتكلمنا وقلنا يا جماعه تعالوا نقعد، وفاتت علينا الفرصه دي وعرضنا على الاستاذ محمد فؤاد ابتداء اول خالص. احنا عملنا المبادره دي من نفسنا ورحنا حاطين كل الاسماء المشهوره. استاذ محمد الضماطي يمثل لجنه الحريات صح؟ اللي تحت ظلالها مين؟ الاساتذه الافاضل صح ولا لا؟ يعني استاذ محمد الضماطي اكيد عامل ايه؟ يعني انت مقتنع بذلك مع يعني احترامنا وتقديرنا. انت شفت اسمي في ال يا استاذ اسعد، انت حضرتك شفت اسمي في الجرايد؟ انا ما بتكلمش في اسامي. انا العالي كاشف، حضرتك شفت اسمي؟ انا ما بتكلمش في اسامي، انا بتكلم في موقف تاريخي النهارده. بقول نقابه المحامين قامت مجهوده عظيم في القضايا وهي اللي تقاطعت في الغالب. مش ممكن استبعد واحد زي اشرف طلبه، واحد زي طارق ابراهيم، مش ممكن اسيب احمد سيف الاسلام، سيد فتحي، طاهر، يا استاذ محمد يعني لازم نتكلم في نفس الموضوع. هل احنا النهارده هنكتفي بال 25؟ برضه بقى تاكيدي واحترامي للناس. مش حرج، مش حرج، هتوصل لتوافق، عايزين نتوافق. استاذ اسعد اتفضل. انا اعتقد دي نقطه مهمه في منتهى الخطوره. نحن الان في ظل احداث قضيه حقيقيه. هذه اللحظه ممكن تخلينا أو تعلمنا أو تخلينا نأكد أننا نستطيع نتوحد. أزمة نقابة المحامين الضماطي في فكرة التوحد. يعني أنا معجب جدا بفكرة البيان، وأن مش أنا كمان نفسي نكتب نقابة المحامين، نكتب تحت كده لجنة الحريات ولجنة النسية ولجنة الشباب، بحيث أن يعلموا أنهم لو أتوا بـ20 قاضي ليدير هذه النقابة، هناك لجنة قضية ليس لها علاقة بالحياة القضائية سوف تعمل وسوف تزل. لدرجة أنا في ذات خيالي إن إحنا نقول لهم لا، إحنا أعضاء المجلس بتوعنا زي ما هم، وهنخليهم مسؤولين زي ما هم حتى يأتي مجلس جديد. ليه؟ لأن هم الدولة محتاجة كويس، محتاجة قوي إن نقابة المحامين تبقى ضعيفة، هم محتاجين كده. لأن إحنا نحن من يمثل الشعب؟ من حلقة الوسط بين الشعب. أنا مش هحط حمد خليفة، احنا نختار من ضمننا ناس ونجبر الحكومه. الضماطي بالظبط، نجبر لا قبول بالظبط كده. انا بقول ان نجبر المجلس العسكري على احترام هؤلاء، وده هياتي ازاي؟ لما احنا بجد نبقى الدفاع ونبقى لا يعني بجد حاطين ايدينا في بعض كده وبنقول لهم العشرة دول بيمثلونا شئتم ام ابيتم. ودي نقطه مهمه، يعني دي نقطه مهمه، هي دي بجد اللي ممكن تخلي لو اصدرنا بيان يبقى له صدى، لو قدمنا طلب المجلس العسكري يبقى له صدى. نام عنه وضحك علينا وده ما بستبعده، نطلع على المجلس العسكري نطلب عفو عسكري نقول له نقابه المحامين بتقول لك الكلام ده، حتى لو كان ليها مستشار زي علي صحابه. هذه الازمه كلها في يعني انا رايي ايه؟ مش عايزين نسمع كلمه اصل الاخوان رشحوا، اصل لا، عايزين نقابه المحامين رشحت، ونجبر الحكومه ان احنا
ادي لجنه الشؤون السياسيه، ادي لجنه التحريات، ادي لجنه الشباب، ادي لجنه الشريعه، بتقول لكم ان دول ممثليننا واحنا مختارينهم من ضمن ذلك. احنا عندنا في اللجنه الشؤون السياسيه اعلنا عن 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 انتخابات في شهر 9، انتخابات داخليه رغم عدم في القضاء. انت بتتكلم في تمثيل النقابه ولا هيئه الدفاع؟ بتكلم في تمثيل النقابه في هيئه الدفاع عن المحكمه. وان احنا نبين لهم ان هيئه الدفاع دي مشكله من جميع لجان النقابيه بنقابه المحامين، يعني بنقول لكم ده مجلس موازي بيفرجكم على نفسه لغايه ما تعملوا الانتخابات. وده هيأثر، انا اعتقد هيأثر بالايجاب في تحديد ميعاد الانتخابات. امبارح اقرا في الجرائد ان المستشار بيقول هننقي الجداول، الله على الحجه. عشان نزال في الانتخابات يعني 4-5 سنين، ودي لقطه كده باينه قوي يقول لك هنعملها بالظبط. لذلك لما دخلت المستشار بيقول لي اصل محتاجين المبنى شهرين، قلت له الاوضه مش عامله لكم مشكله. ما اعتقدش ان الاوضه اللي مش سياسيه هي اللي بتعمل مشكله للانتخابات. لما تيجي الانتخابات يا سيدي انا مستعد اسلمك الاوضه، بس اعمل لي انتخابات، حسيت ان في انتخابات. فيعني المؤامره واضحه، المؤامره واضحه. حل المجلس مع تعديل استقاله السلطه القضائيه ويشيل الماده 47 والمحامين دول مش عايزهم موجودين خالص. وطبعا اضمان حتى اكيد مهمه جدا ان احنا لن ندعى في الحوار الوطني، دي يعني مهزله. أيوة وقله ادب. ايوه في مخاطر، مرقبها المستهدف. في الوفاق الوطني لم ندعى، طب ندعى امتى؟